هنا سأسكت قليلا. ليه بقى؟ اللقطة دي بتعجبني، واللقطة دي أنا مبسوط بيها جدا. أنا بقالي 3 4 أيام أو أكتر شوية الحقيقة، أنا يعني طلبت للعيبة إن هي تعمل هذه اللقطة لأنها لقطة مهمة جدا. هل دي فيها مشكلة لما أقول للاعيبة النادي الأهلي يروحوا؟ طبعا المشكلة مش ولا لعيبة النادي الأهلي ولا جمهور النادي الأهلي، المشكلة في بعض من لا يشجع النادي الأهلي. خدوا الكلمتين اللي أنا قلتهم وقعدوا يتريقوا عليهم، يقول لك أصل بيقلدوا. هي الحاجات دي فيها تقليد يا جماعة؟ بجد والله الحاجات دي فيها تقليد. العالم كله بيحتفل مع جمهوره، لعيبه العالم كلها بتحتفل مع جمهور. فلعيبه النادي الاهلي بقى لهم ماتشين ثلاثه الامور مش كويسه او بتتعادل، فالناس عندها دم، لعيبه عندها دم، فبتحط وشها في الارض وبتطلع، والجمهور بيشجعهم. فالنهارده عشان كسبانين وعاملين مباراه جيده وطلعوا على قمه الدوري مره اخرى، راحوا لجمهورهم. وطول عمر جمهور النادي الاهلي بيطالب او دايما بينده على لعيبته، لعيبه الاهلي تيجي كلها والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. مره كنا كسبانين 4 أو 5 أو 6 وبرضه الجمهور بينده علينا وبنروح، ومره كنا راجعين من كاس العالم فالجمهور جانا المطار ونده علينا برضه. ايه يا جماعه ايه التفكير السطحي ده؟ تفكير غريب جدا. قال لك بقلد مين؟ العالم كله بيعمل الحركه دي، ولكن احنا كجمهور النادي الاهلي مع لاعبتنا الوضع مختلف. فالحقيقه اللقطه دي من اللقطات اللي عجباني جدا النهارده، وان شاء الله تتكرر خلال الفتره القادمه، لانه صدقوني ودي رساله بقى للاعيبه النادي الاهلي، حضراتكم من غير جمهوركم ولا حاجه. كل اللاعبين، مش دول بس، مش لعيبتنا بس، الجيل اللي قبلهم واللي قبلهم من 1907 وحتى الآن، حضرتك بدون جمهور النادي الأهلي ولا حاجة. وأعتقد هي واضحة، واضحة في لعيبة مشيت من النادي الأهلي وراحت أندية تانية، وشفتوا حضراتكم الفرق عامل إزاي، شفتوا حضراتكم الفرق في المستوى وفي كل شيء وفي التشجيع وفي كل حاجة.